والاستعدادات الآن تجري لانطلاقة شوطنا الخامس ضمن سباق الحلفة لسن الفطامين. ما هي إلا لحظات وثواني معدودة، ومأمور ومسؤول هذا الميدان سيعلن عن انطلاقة الشوط الخامس في مجموع الأشواط. وعلى البركة بدت الانطلاقة، على البركة بدت المسيرة، على البركة بدت حركة الشوط الخامس لفئة الأبكار مع المسافة المقررة هي بالألف وخمسمائة متر. نراقب نتابع هذه الانطلاقة ونتابع ماذا يدور على الصدارة من عزم وإصرار واجتهاد ومجهود كبير على المركز الأول عندنا اللي هي الشاهينية أحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي، أو المركز الأول هذه الشاهينية العتيبة بن سالم النايلي الشامسي جنبا إلى جنب اللي نافسه ويتابع خطوة بخطوة. أشوف اللي في المركز الثاني هي شهامة وحمد بن سعيد بن حمد المدهوشي مع المركز الثاني. أما المركز الثالث الشاهينية محمد بن سلطان بن سعيد المالكي قادم ثالثا، والمركز الرابع الشاهينية سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي، والمركز الخامس الشاهينية نهيان بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى. ولكن يا جماهير يا مشاهدين شوفوا الأول كيف تلعب على الوتر الأول، على الوتر الأول مع شهامة حمد بن سعيد بن حمد المدهوشي اللي يقدم شهامة وعصاها قوس. لو عصاها قوس ما تيها روحها بالسير مهتمة ما شاء الله. غيرت في الأداء من حسن إلى أحسن وبدت تباعد. المسافة والتوقيت في خطر، التوقيت في خطر، التوقيت في خطر مع الشهامة اللي قامت راس وانتهت راس. سلام يا المدهوشي، سلام سلام الحمد بن سعيد بن حمد المدهوشي، نهنيه على فوز الشهامة بالمركز الأول. وهذه لحظة وصوله إلى خط النهاية منفردة راسم المركز الثاني الشاهنية حامد بن حمود بن غنيم الفزاري، والمركز الثالث من نصيب الشاهنية أحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي. توقيت كم؟ دقيقتين وسبع ثواني. هذا هو التوقيت الزمني الذي تحقق مع الشهامة الحمد بن سعيد بن حمد المدهوشي. هذه النتيجة وهذا هو التوقيت الزمني الذي تحقق في هذه الجولة. تهانينا والناموس. التوقيت الأفضل ناخذ المعلومة من صاحب الشهامة يخبرنا. طيب تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لكل الفائزين.